كما لا يخفى عليكم يولي صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية كبيرة لصناعة الطيران، حيث أن رؤية الملكية الاستباقية والمتبصرة جعلت هذا القطاع قصة نجاح مكنت بلادنا من أن تتحول إلى منصة دولية رائدة في صناعة الطيران بشراكة مع كبريات الشركات العالمية، كما أصبحت المصدر الرئيسي لإمدادات قطاع الغيار وأجزاء الطائرات على مستوى القارة الإفريقية. هذا النجاح الذي نعيشه اليوم في هذا المجال بدأته المملكة منذ نهاية التسعينات القرن الماضي، عندما أقدمت الخطوط الملكية المغربية ومجموعة صفان على إنشاء مشروع مشترك لصيانة وإصلاح المحركات، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المملكة على مراكمة الخبرة في هذا المجال وتطوير الأطر ذات الكفاءة العالية. وبداية من سنة 2000 شرع المغرب في صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بصناعة الطيران، ثم أخذ في التموقع كفاعل دولي بارز في النسيج الصناعي للطيران كوجهة مفضلة لقطاع المناولة في هذا المجال.